بتكلم على مدينه العلمين الجديده شويه، لانه فعلا دلاله اختيارها زي ما قال معالي السفير وحتى كل المداخلات اللي عملناها مع بدايه الحلقه، كل بيتكلم على انه اختيار ذكي، بيدينا كبرهان انه لما يكون في جديه وفي تعاون وشراكات واستثمارات ويكون في تنميه حقيقيه وحاجه بتغير من شكل مدينه العلمين اللي كانت زي ما اشار معالي السفير موضوع الالغام، وغير كده كمان انه كانت مدينه يعني بس بتكلم على كام شهر صيف بس، لكن انك تكون بقى مدينه للحياه وللمعيشه. وطبعا احنا هنا في البرنامج كنا بنشوف الشغل اللي بيحصل من ساعة لما بتحط طوبة فوق طوبة، وكان الكل الحقيقة زي بالظبط العاصمة الإدارية الجديدة، يقول لك معقول وده هيحصل وده هيتم والمخطط ده هيحصل صحيح والأبراج اللي هي العملاقة والأبراج الأيقونية دي بجد. كان الفكر الحقيقة كان أبعد من الخيال، إنك بتلاقيه ده واقع، وإن العالمين تكون منورة بالشكل ده وتكون أيقونة حقيقية لنموذج التنمية، وإنك يبقى عندك مخطط ويعني وشغل استراتيجي انت عايز ايه من المدينه وعايز تقدمها باي شكل، وطبعا الابراج اللي يعني مش برج ولا اتنين لا بقت نماذج يعني من الابراج العالميه، وطبعا يبقى فيه جزء الاستثماري والجزء الخدمي يعني للكل، طبعا الممشى برضو الموجود في مدينه العالمين، الممشى السياحي العالمي للكل. انت بتتكلم انك عامل توازن ما بين انك برضو بتفكر في الاستثمار العربي والاستثمار الاجنبي، بانك تفكر برضو في المواطن العادي وانه يستمتع بهذا الجمال والروعه في مدينه العلمين الجديده، وانك اشتغلت على الخدمات والبنيه التحتيه والمرافق والطرق ومطار العلمين الجديده. فالحقيقه يعني نموذج متكامل للشغل. وامبارح لما كنا بنتكلم على انه الدوله مهتمه بالمدن الجديده والذكيه والحديثه، مدن الجيل الرابع زي ما بنطلق عليها، لكن كمان على مدن الجيل الاول، المدن القديمه وازاي انها تنهض بيها وتتقدم بيها ويبقى فيه شغل اكتر، ويمكن عرضنا امبارح نموذج مدينه السادات. النهارده هنتكلم بقى ونشوف مدينه العبور الجديده وطبيعه الشغل اللي بيتم فيها، احدث مدن الجيل الرابع.